انا النهارده جايه اكلمكم على الاساسيات بتاعه الميك اب. اول حاجه لازم تكون موجوده عندنا هو البرايمر. البرايمر ده كمان فيه هيالورونيك اسيد ولازم يتحط على بشره منديه، وطبعا بعد البرايمر لازم نحط المسترايزر لانه بيفرق جدا في الفينش بتاع اللوك. وطبعا انت لو نازله الصبح ما تنسيش تحطي السان سكرين بتاعك. وبعد كده بنبتدي نحط الفونديشن. الفونديشن ده بتاع ميبلين سوبر ستاي، ده حاجه اساسيه في الخطوات بتاعه الميك اب. وبعد كده بنبتدي نحط الكونسيلر. الكونسيلر ده درجه رقم 20 وده حاجه اساسيه جدا في الميك اب. وبعد ما بنحط كل ده لازم نثبت البشره كلها بلوس باودر. فانا النهارده جايبه لكم اللوس باودر بتاعه ايريس بوني. كل البنات بتحب ان الخدود بتاعتها بتبقى لونها طبيعيه وبتبقى لونها وردي، فالتن بيقوم بالمهمه دي. وبعد كده بنبتدي نحط الماسكارا. الماسكارا دي حلوه قوي وبتدي للرموش كثافه وبتديها طول. في بنات ما بتحبش تحط الروج، فانت لو مش حابه تحطي روج ممكن تحطي ليب بالم، دي بتديكي لون طبيعي جدا للشفايف. وطبعا لو حابه تحطي روج فعادي ممكن تحطي روج.